كانت واضحه لنا جدا لما عمليه انه يطلع عره لما يطلعش، ايوه وهو يعني كان متمسك، لقى انا محتاجه وثبت انه محتاجه فعلا، وثبت ان كريم من النوعيه المحترمه جدا من اللعيبه، صحيح، لما بيتحط في المسؤوليه بيشيلها وبيجتهد ويشتغل، لانه يعني هو جاي من اصابه طويله ابعدته، وبعدين جه يرجع اتصاب اصابه خفيفه ورجع تاني، لكن الراجل شايف انه بيأدي له اللي هو عايزه. وسام ابو علي عماد متعب قال لك هو لعيب مزعج، احمد حسن قال نفس التعبير، قال لك بيرهق المدافعين كفايه. نشوف كابتن احمد، هل وسام ابو علي قدم اوراق اعتماده اليوم بحراز هدفين، وطموحات جماهير النادي الاهلي اصبحت تعول عليه في الفتره القادمه بالنسبه لنادي الاهلي كراس حربه صريح في النادي الاهلي؟ في البدايه طبعا مبروك للنادي الاهلي، مباراه سهله جدا، وهذا لك لبلديه المحله. بص، زي ما قلت لك البدايات مهمه جدا، والبدايات لما بيكون مهاجم وبيحرز اهداف اعتقد الامور بتبقى العلاقه بينك وبين الجمهور افضل واسرع طبعا بشكل كبير. الظروف حلوه مع وسام ابو علي النهارده ان هو يلعب في مباراه سهله نسبيا، الخصم اللي قدامه خصم سهل، انما بغض النظر عن الاهداف انا بيعجبني حاجه في المهاجم، المهاجم اللي بيحاول طول الوقت، اللي بيضغط طول الوقت، لان هو قال جمله مهمه ان مش لازم طول الوقت المهاجم، او في اللعب الحديث دلوقتي ما بقاش المساله التهديفيه بتبقى المهاجم فقط لا غير، الناس اللي بتيجي من تحت هي بقت الاقوى والاهم دلوقتي، فهو بتلاقيه دايما مع كل هجمه يعني من المهاجمين اللي بيتعبوا، من المهاجمين اللي يرهقوا المدافعين من كتر الضغط، من كتر ان هو في كل كوره بيشارك فيها، في حتى في الكرات العاليه القليله قوي اللي جت النهارده، لان بلديه المحلة سهل للنادي الاهلي الماتش، في كل كوره بتلاقيه بيضغط، في كل كوره بيحارب فيها، فده في حد ذاته شكل جيد. واول لقاء ان هو يحرز هدفين انا شايف ان دي بتدي له ثقه كبيره فيما هو قادم مع النادي الاهلي. نفس الكلام يعني ما خرجش في مضمونه عن الميزات بتاعه اللاعب، ودي اللي بتدينا المؤشر هو هيعمل اللي عليه ولا لا. وسام ابو علي سفير فلسطين في الكره الاهلاويه قدم اوراق اعتمادي، وده اللي اكد عليه متعب واللي اكد عليه احمد حسن، وكان نفس الراي للزميل ابراهيم عبد الجواد. نسمعه. مقتنع ومؤمن وبراهن على وسام ابو علي، في معطيات بتنبئ على النتائج، لانك لما تتكلم على وسام ابو علي هتلاقي واحد مع سيريس السويدي شارك في 17 لقاء منهم 15 لقاء كلعيب اساسي، سجل 11 هدف وصنع هدف، يعني عنده 12 مساهمه تهديفيه في 15 لقاء لعبهم اساسي. لما تيجي تبص على وسام ابو علي عنده 25 سنه، رجليه في الملعب، يقدر يكون فرود الاهلي الاساسي في جميع المنافسات وجميع المسابقات، لان عنده من الجهد والقدره البدنيه انه يقدر يعتمد عليه مارسيل كولر في القصه دي وفي المكان ده وفي المركز ده. النهارده وسام ابو علي من اول لمسه ليه لما نزل كبديل في قدام مدياما يوري لك وينبئ لك ان لا، الراجل ده جاهز واقف على رجله ولمسته للكره مختلفه. النهارده 63 دقيقه سجل هدفين لم يصنع، ولكنه سجل هدفين تسديدين على المرمى بهدفين، التحامات ارضيه 7 فاز بيهم، هوائيه 4، فالمعطيات كلها تقول لك ان الراجل ده تقدر تراهن عليه، يوفق او لا يوفق دي حاجه في علم الغيب، ولكن المعطيات اللي بناء عليها اي متخذ قرار سواء لجنه تعاقدات او مدير رياضي بياخد عليها قراره تقول ان هي معطيات ايجابيه، تقول ان الراجل ده يصلح انه يكون فرود الاهلي ومهاجم الاهلي، وفعلا واحد من اهم نجوم اللقاء، فتح شهادة ميلاد في غاية التميز مع جمهور الأهلي. برضه حد يقول لك أصل قدام البلدية، يا عم ما البلدية دي عاملة لقاءات ونتائج هايلة من أول الموسم. بدايته بداية في غاية التوفيق، في غاية التميز، تثبت إن قرار التعاقد معاه كان قرار صائب بنسبة 100%. طيب، هذه التوقعات يا أستاذ إبراهيم، هذه الآراء، هذا الاقتناع هتجد ولدة معظم اللي اتكلموا عنده عليه يعني، وبتحط مسؤولية ضخمة جدا على اللاعب ده، هو شايلها ولا مش شايلها؟ ده كلام مهم جدا، كلامه جدا. وتصرفاته بتقول كده. طب ما نشوف وسام ابو علي نفسه
انطباعاته ايه بعد المباراه اللي الكل عمال يقبل اوراق اعتماده فيها؟ طبعا اليوم كويس كويس الي لاهلي لناس فلسطين ناس غزه جمهور نادي الاهلي من احلى ايام بحياتي. طبعا كنت حاطط شويه ضغط على حالي على نفسي اليوم انا انه بدي اجيب اجوال وبدنا نكسب الماتش اهم شيء، والحمد لله الحمد لله واقف هنا بعد الماتش وكسبانين 5-1 وجايب جولين. فانا متاكد قاعدين ماما وبابا بالصوفة بالدنمارك مكيفين ومبسوطين كثير، وده اهم شيء عندي انا اهلي وكم جمهور الاهلي، بس طبعا اهم شيء امي وابوي يكونوا فرحانين ومبسوطين لي بالبيت. انا بلعب احسن شيء تحت الضغط، هيك بحب انا طول حياتي بحب الضغط، بس اليوم كان ضغط غير شكل. اول ماتش ببدي ماتش ولعبت بغانا وكان ماتش غير شكل انه انزل 20 دقيقه واضغط للفريق، بس اليوم يعني نازل اساسي ولي شهرين ما لعب ماتش، فالحمد لله كل شيء مشي زي ما بدي وضغطت زي ما بدي بالماتش واشتغل للفريق اشتغل للجمهور نادي الاهلي، ولما تجيني الفرصه اجيب جول ده شغلي، و إذا ما جبتش جول كنت بوقف هون وزعلان يعني، فده شغلي، وأهم شيء إحنا كسبنا وأنا كراس حرب جبت جوال ورضا وكريم وموديس جابوا جوال، ده شيء كويس كثير لثقة النفس عندنا وعندنا بالفريق، إنه مش بس أنا أو كهرباء أو أي حدا إنه في كثير بيجيبوا جوال، وده شيء مهم. أنا كنت زعلان كثير إني اتصابت بعد ماتشين بعد أسبوعين، بس يعني هلا صارت أحسن وأحسن طبعا بالتمرينات. انا الواحد بيعمل علاقات بالتمرينات، ما هو الواحد بنبسط بالتمرين وبتعلم شغلات جديده، فهلا لما رجعت على التدريبات وعم اشوف شغل كويس مني ومن الفريق، وان شاء الله نضلنا نكسب الماتشات ونكسب كل شيء بنقدر نكسبه، يعني ده اهم شيء عندي. مستر كولا قال قبل الماتش انه اذا بيجي ضربه جزاء هو بيقول بالماتش مين يشوط، شيء مبسوط كثير يعني، مش بس كان إلي كان عشان يعرفوا فلسطين كله لغزة غنوا غناية فلسطين واسمي، يعني ده شيء كويس. أنا شغلي هون مش بس شغل لأهلي ولإلي ولنادي الأهلي، ده أرفع علم فلسطين وأجي إنه في شيء غير الحرب، في شيء يكونوا هن مبسوطين وفرحانين عليه، وإن شاء الله يكونوا بألف سلامة ومبسوطين باللي بيشوفوه. كلام موزون مش معمول للتصدير الإعلامي التقليدي، إنما فرحان من قلبه، ما مش مضطر يقول لك ده يوم من أحلى أيام حياتي، لكن هكذا شعر. قال لك متعود على الضغوط، لك هنا الأمر مختلف غير شكل، لكن تلخيصه إن أنا ما بلعبش لنفسي، أنا بلعب عشان خاطر النادي الأهلي وعشان فلسطين، وسعيد ان جمهور الاهلي يهتف تنبه لدي وانه ربط بين ادائي وبين فلسطين. يعني مؤكد اللعيب ده احنا اعزاء شخصيه مسؤوله، يا رب يكمل ونضج، لان التقييم بعد نجاح سريع كده يعني عايز تريح شويه، عايز كلمتين لجمهورنا. وسام مش كل مباراة هيلعب، أو أي لاعب فيش لاعب هيلعب كل مباراة بنفس درجة الإجادة، ومش كل مباراة هيسجل هذا العدد من الأهداف، ومش كل مباراة هيلاقي فرصة ومساحة يجري فيها، هيتعرض لمشاكل كتيرة، هيتعرض لرقابة عنيفة، هيتعرض لاهتمام من مدربين المنافس، هيحتاج دعم الجمهور، والثقة دي تفضل دايما فيه، لأنه المسيرة كده مفيش حد هيفضل المسار بتاعه كله مفروش بالورد، لا، في لحظات كتيرة اللاعب مستواه هيبقى فيه مد وجزر. المهم ان لما يحصل لأي حد أي تراجع الجمهور هو اللي يبقى واقف جنبه، هي دي الوقت العثرة اللي انت بتبقى عايز تقومه هو أو غيره، لكن من المؤكد انه ما شاء الله بدايته فعلا تنبئ بلاعب كبير.